أمكم بالدعاء رب شقيا واستجيب سيدي دعائي لأهلي أمكم بالدعاء رب شقيا واستجيب سيدي دعائي لأهلي أمكم بالدعاء رب شقيا سلام شهر الله حوله الف الف على رسول محمد مرحبا واهلا وسهلا لعبيد بدوا الى باب مولى صلوات الكريم شهر الله حوله الف الف على رسول محمد بسطوك فذلة وافتقار بالهداد الحساب قلب تميلا صلوات الكريم شهر الله حولها الف الف على رسول محمد دار جفنهم طول ليلا خوف ما يفطرون عن نهر ليلا صلوات الكريم شهر الله حولا الف الف على رسول محمد وسقاهم حبيبهم نهل العشق فغدوا سكارى مضيلا صلوات الكريم شهر الله حولا الف الف على رسول محمد الله تاج عز عليهم يا له حميا للآل والعدا صلوات الكريم شجر الله حولنا الف الف على رسول محمد لهم أوجه تنير الملامة وأياد تضاوي للخير كلا صلوات الكريم شهر الله حولا ألف ألف على رسول محمد وكل من تقلبت بالجليل مقبلات إليه أمن تولى صلوات الكريم شجر الله حولا ألف ألف على رسول محمد سينتهم تقول أستغفر الله كل حال يليق مما سوى الله صلوات الكريم شهر الله حولا ألف ألف على رسول محمد وكل شيء يقول الله استغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله استغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله استغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله استغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله استغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله استغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله استغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله استغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله
سوتی نکری ہے جہاں بھوما نفسی امارا چلا غیرہ اللہ صلوات البری شجر اللہ انفائے دل علی رسول اللہ لترا منہ وسیبا نفرت اللہ ودفعو غیرہ اللہ لہا اللہ صلوات البری شجر اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا
الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله يا أهل الصلوات الكريم شجر وحول ألف ألف نداء سور القرآن أظهر الله صبركم بالجلاء رين غيرية بالله الصلوات الكريم شجر وحول ألف الله 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 Oh,
Allah, 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 All
ولي قطب الوجود محيي الدين ولي من عز جلا صلوات الكريم شهر الطهولا الف الف الادى سوره الليلا وهو يحيي قلوبكم بالرشاد فلقى من مريده على ليلا صلوات الكريم شهر الله مولا الف الف الادى سوره الليلا اهدروني هذا استثير القلوب فهو حق تحق ذكرا جميلا صلوات الكريم شهر الله مولا الف الف الادى سوره الليلا محمد
الشهادة صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله وفي قلبي خير الله ولي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله وفي قلبي خير الله ولي محمد صلى الله الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر 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 الله الحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده بكرة وتأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اذكر الله بذكرا كثيرا واتقوه ورفقوه كفيلا صلوات الكريم سبرا وحولا الفائز على سوره محلا مرات بصلاة عند هيبة فادعو الحي القيوم تعظا تزيلا صلوات الكريم سبرا وحولا الفائز على سوره محلا حي قيوم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 اختموا برضا بتهليل ذكري واذكروه كما هداكم طويلا صلوات الكريم شهرا وحولا الف الف على رسول محلا لا إله إلا الله 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 لا إله
مرحبا
بصلي وسلم لنا للنبي والآل بابا والخطيب وأعربا يا ربي صلي وسلم لنا للنبي والآل بابا
صلِّ وسلِّم لنا للنبي والآل ما نار الفؤاد مهذبا يا ربي صلِّ وسلِّم لنا للنبي والآل ما قبل اليقين تقلبا صلِّ وسلِّم لنا للنبي والآل والنخدا سؤجه مطلبا يا ربي صلِّ وسلِّم لنا للنبي والآل ما حصل الفناء تقربا صلِّ وسلِّم لنا للنبي والآل ما جمع البقاء منصبا يا ربي صلِّ وسلِّم لنا للنبي والآل ما تنتين زانة تجبا صلِّ وسلِّم لنا للنبي والآل ما التهليل فينا موجبا يا ربي صلِّ وسلِّم لنا للنبي والآل ما التهليل مرتبا بالله نرجو أن تشفع سيدي في كل من صلى عليك وأجربا لازال من صلى عليك وسلما محبوب من فرض الصلاة وأوجبا سيد فرحنا وسلنا مرتبا قبل الهاب القاهر محمد ولمن أحب مهاسلا مرتبا يا رب بلغ قصدنا وختامنا حسن في جاه مكلم بحشر فضربا يا حي يا قيوم فضلك أوسع من ذنبنا فلك ذنبك لك موهبا حسن الختامنا أهل الثناء مثل ما لهنا يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرحبا إلى حضرة سيد الأولين والآخرين وأفضل الخلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبهم وتبائهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الأسرة المبشرة والحسن والحسين وحمزة والعباس وسائر المهاجرين والأنصار وأزواج رسول الله وبنات رسول الله وباقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم وإلى حضرات التابعين والتابعي التابعين فضلا إلى ساداتنا
أبي حنيفة الكوفي ومالك المدني والشافعي المصري والحنبلي البغدادي وأساتذتهم وتلامذتهم نفعنا الله بعلومهم وعمانا نافات الدارين ببركاتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة الشيخ الطريق وإمام الحقيقة المحبوب السبحان والمعشوق الرحمن سراج الأحباب تاج الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى حضرة صاحب المناكب الجلية والمراتب العليا القطب الفريد والغوث الوحيد السيد الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي قدس الله سره الذي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة شيخنا القدوة السيد محمد البخاري وتلميذه العارف الكامل الولي عمر القاهري قدس الله سرهم الذي لذيذر مقبرهم البريز وإلى حضرة شيخنا وأستاذنا مرشدنا الكامل الزاهد والعالم العابد الأوصاف المعلمة والأخلاق المكرمة الشيخ عبد القادر القادري القاهري المولد والكركري المرقد نور الله ضريه وضراه المدفونين حوله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة علمائنا الكركريين والقاهرين مشايخنا القادرين رحمه الله تعالى وعاد علينا من بركاتهم وبركات من قبله وإلى حضرة والدنا الشيخ أحمد والدتنا من نور الله وليهما وضراه المدفونين حولهما وغفر لنا ولهم أجمعين وإلى حضرة الإمام صاحب الراتبة الجلالية وهادي الطريقة القادرية اللامة العروسية قرب الله إلى الحضرة القدسية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولده القطب وحيد الزمان سيد عبد القادر صاحب الخلوة رضي الله إلى حضرة زقمته الولي الواصل والشيخ الكامل شاه الحميد صاحب الجلوة رضي الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرته مرشدنا الولي التيك أحمد عبد القادر المشهور بشيخنا يقم رضي الله عنه إلى حضرات أصوله وفصوله ونوامه وخدمه وحشمه وتبائه وأزواجه وإلى حضرات سائر أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها إن الله يحمينا بحمايته ويمدنا بمدده وينفعنا ببركاتهم في الدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأشقائنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وأصحابنا وأنصارنا وأحبابنا أمن له حق علينا وقرابات كل منا منكم يا حاضرين وفر الله لنا ولكم ولهم أجمعين وإلى حضرات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة أينما كانوا وأينما كان القائن منهم غفر الله لنا ولهم أجمعين لعل الله يؤتي كل سائل رسوله ولا ما يرضي الله ورسوله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ദുആക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നല്ല നിയത്തോടു കൂടി ഖലാസോടു കൂടി ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, പിരിച്ചുവെക്കുന്നവരുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, എല്ലാവർക്കും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ദുന്യാവ് തന്നെ വലിയ അപകടത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ, ദുന്യാവ് ദുന്യാവിലുള്ളതൊക്കെ ശപിക്കപ്പെട്ടതാണ്, വേസ്റ്റാണ്, ഗുജിരിയാണ്. വേസ്റ്റും വേഗം ഒഴിവാക്കല. പിന്നെ എന്താണ് അല്ലാഹു ഈ ദുന്യാവിനെ ബാധിച്ചത്? അത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ്. ആ നാല് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ദാറുല്ലശ്ശരിയിലും അതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ആ ദിക്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുനിയാവ് ബാക്കി വെച്ചത്. ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ദുനിയാവ് ബാക്കിയായത്. അത് നാലും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം. അല്ലാഹു ഉന്നതമായ വിജയങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുമാറാവട്ടെ.